انا بقول اللي بيحصل ده بيعتبر علشان المحليات هيحاولوا يحلوها، فيعتبر بيعملوها مقدمه عشان ايه يحاولوا. انا اسمي رضا، ازيك؟ مدرس اول دراسات اجتماعيه مدرسه منى دي يا بنات. فاللي بيعملوه ده علشان يقضوا على النجاح اللي قامت به الثوره النظيفه الشريفه اللي هم بتوع الثوره اللي قاموا بالنظام ده، فعاوزين يعوقوا ايه النجاح ده بالاول، عاوزين يقضوا عليه. بدل اللي حصل قبل كده فتنه طفيه في امبابه، وبعدين بدا يقرروا تاني فين؟ في التحرير. التحرير يعتبر اطهر مكان في العالم، اللي كان مسمى سابقا مدارس معنيه بعد حرب سنه 52، حاليا بيسموه ايه؟ التحرير، الحاجات الجميله الحلوه. فعاوزين ايه؟ يقضوا على الثوره الجميله الحلوه، الالم بقى الشباب الحلوين النضاف اللي شرف العالم كله، اللي قاموا بيه عايزين يدرسوه في جامعات ومدارس اوروبا، عاوزين يقضوا عليه. انا وجهه نظري بقول الكلام ده، ما اقدرش اقول اكتر من كده. شكرا. بالنسبه للثوره المصريه، ثوره ما حصلتش في تاريخ العالم. والرصاص اللي ضربونا بيه امبارح كان رصاص حي وذخيره حي. لا 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 بعد اذنك، ما كانش رصاص حي. لا 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 انا كنت هنا امبارح. لا معلش، ولا رصاص حي ولا ذخيره حيه، هي كلها كانت كلام الزير الدموع ورصاص نطاط. رصاص نطاط اهو والكلام اللي بس، هي دي اللي كان حصل امبارح. لا 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 معلش 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 معلش، اي لا ما كانش رصاص خرطوش. فين يا حاج؟ هو مش خرطوش، خرطوش خرطوش. الثورة دي لم تبدأ يوم 25 يناير، ولكنها الثورة بدأت ثورة 23 يوليو سنة 52 الذي